تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والبادية يميل للبرودة ليلا وخاصة في المناطق الجبلية.